السلام عليكم. بابا الشيطان كذبت عليك، لما تكون بابا باشمهندس محمود معاك يا باشمهندس. تمام، حضرتك تستكمل، بس هنقفل، هنعمل ميوت عشان حضرتك تستكمل يعني. تمام، هنكمل مع بعض اللي هو ان احنا بقى من الكونتراكتورز برسبكتيف او من منظور المقاول، بعد ما اطرح لي او اطرح المشروع بشكل عام واحنا تقدمنا في شركه مقاولات، اشترينا كراسه الشروط وبدانا يعني بقى معانا الدوكيمنتس اللي قلنا عليها دي، بندرسها بالكيفيه اللي احنا قلناها. بيظهر بقى عندنا، يعني طبعا احنا بندرس عشان نترجم الكلام ده كله تكاليف ونحملها على اسعار البنود. طيب طيب افرض انا وانا بدرس بقى لقيت استفسارات، يعني انا مثلا لقيت ان هم كاتبين مثلا في السبيكس بتاعت بند معين مثلا، ان وليكن مثلا ممكن تلاقي بند مكرر فيه حاجه، يعني في شيء معين مطلوب تنفيذه ومكرر مرتين، يعني محمل مره هنا ومره هنا. هديك اكزامبل على كده، يعني من الحاجات اللي احيانا بتحصل مثلا فيها غلط، ان لو بقى عندك برد ارميد مثلا وليكن، فممكن تلاقي بند الارميد ده عشان يركب الارميد ده، اللي هو يعني كلنا عارفين شكله على دايما او العمارات عشان المطر والكلام ده، التشكيل ميولي يعني، وبيدي شكل يعني حيه كويسه. الارميد ده عشان يركب بيحتاج شاسيه حديد تحت منه مثلا، محتاج قواطيع مباني، والشاسيه الحديد ده ممكن يتشد عليه سلك شبك ويتسلخ مثلا وليكن. طيب فممكن تلاقي في المنطوق بتاع البند او في السباكس بتاعت بند الارميد محمل عليه الشاسيه، وممكن تلاقيه غلطان ومنزل لك في بند تاني مثلا الشاسيه كبند مستقل. فده بيحصل مثلا احيانا في بعض الـ يعني بعض البيوت مثلا المطروحه لمشاريع. طب انا في الحاله دي هعمل ايه؟ هل انا خلاص اتجاهل ده واسعر ده شامل وارجع اسعر الشاسيه ثاني شامل، او اسعر الشاسيه يعني مرتين؟ ممكن يؤدي الى يعني كونفيوجن، او يعني طريقه مختلفه، فيبدا يبقى المقارنه ما تبقاش سليمه، ما تبقاش ابل. نقول فعشان نتلافى الكلام ده في حاجه اسمها ريكويست فور انفورميشن، ان انا ابعت استفساري اقول له دلوقتي الـ يعني في عيسى طبعا طبقا للمسلسل بقى بتاع البند، بند واحد ثلاثة في بتقول كذا كذا كذا، وفي حين ان انت في بند واحد اربعة بتقول كلام مثلا عكسه او مكرر نفس البند اللي على حتة الشاسيه دي. فبالتالي انا ببعت كل الاستفسارات بتاعتي، عادة بيبقى في حاجة اسمها جلسة استفسارات محدد ليها ميعاد من قبل الملك، حضرها الملك وحضرها الاستشاري، يحضرها المقاولين اللي ليهم استفسارات، فبيبدا يجاوبوا على الاستفسارات بتاعت الناس. حاجات ممكن جلسه كده ممكن ميل او الكلام ده ايا كان طريقه التواصل، يعني الشاسيه محمل بس على البند اللي هو مثلا بتاع الارميد، وهنلغيه خالص كبند مستقل اللي مش هيبقى موجود. فهو بيرد عليك في كل الحاجات، زي مثلا لا ممكن يبقى في حاجه على في لوح الاي سي دروينز مثلا بلاطه ومنسي مش مكتوب عليها مثلا التخانه بتاعتها، فبالتالي انا ككالكوليشن لكميه الحديد او وزن الحديد في المتر المكعب خرسانه مش هبقى عارف احسبه، لان انا مش عارف اكعب الخرسانه نتيجه انا مش عارف تخانتها اصلا. فبالتالي هبعت استفسر يا جماعه البلاطه دي تخانتها قد ايه؟ سمكها قد ايه؟ فيبدا هم يرد عليا يقول لي اه البلاطه دي مثلا تخانتها كذا سنتي وهكذا. فيردوا على الاستفسارات بقدر اقدم ايه؟ يا اما تكنيك
اقدم التكنيكال بيت بتاعي واقدم الكوميرشال بيت بتاعي. طب ايه التكنيكال بيت وايه الكوميرشال بيت؟ التكنيكال بيت ده اللي احنا بنقول عليه مظروف فني. مظروف فني ده بيبقى مجموعه من الداتا مطلوب، هم بيبقوا طالبين مني في كراسه الشروط بتاعتهم ان انا اقدم في المظروف الفني حاجات معينه. زي ايه؟ زي مثلا بروفايل بتاع الشركه او سي في الشركه، المشروعات السابقه للشركه، فعشان يتاكدوا ان الشركه دي عندها الخبرات الكافيه للنوع ده من المشاريع. طيب الحاجه الثانيه ممكن يبقى طالب مني الريسورسز بتاعت الشركه، انت ايه الاستراكشر اورجانيزيشن بتاعك؟ يعني انت عندك مثلا رئيس مجلس اداره للشركه تحتيه مثلا المدير التنفيذي، وعندك مثلا مدير المكاتب الفنيه، وعندك مثلا عندك رئيس مثلا قسم للمانجمنت بروجكت مانجمنت مثلا، وده مثلا تحتيه ستاف قد ايه وده تحتيه ستاف قد ايه. يعني ده الهيومن ريسورس، تشكيل شكل الاورجانيزيشن بتاعتك عامل ازاي. انت مش هينفع مثلا نتكلم في مشروع مثلا ب 500 مليون وانت الستاف بتاعك 3 مهندسين، الكلام مش منطقي. طيب لا، طب انت الريسورسز بتاعتك، لو احنا بنتكلم في مشروع ضخم مثلا جدا، لازم تبقى الشركه دي كبيره انف وعندها معدات الخاصه بتاعتها، عندها مثلا اللودر بتاعها، ممكن يبقى عندها الـ يعني ايا كان بقى المعده، الهراسات مثلا بتاعتها، لو احنا في شركه تخصص مشروعات طرق، فانت شغلك كله معتمد على الهراس والكلام ده. فانت منطقي ان انا لو بطرح مشروع طريق طوله 100 كيلو مثلا، يبقى الشركه دي عندها المعدات الخاصه بتاعتها، مش بتروح تاجرها من السوق يعني. فبالتالي ده التكنيكال بيد، بيبقى طلبات مطلوبه من الشركه او من الشركات المتقدمه للمشروع، ومطلوب منها انها تقول الريسورسز اللي عندها وامكانيات الشركه، وبناء عليه في البت الفني ده، ان انت مقبول فنيا هتكمل معانا لمرحله الكوميرشال بيد، او انت اصلا مرفوض فنيا فاحنا مش يعني مش منتظرين منك عرض سعر. وطبعا بيبقى في دايما فتره تظلمات كده، يعني انت اترفضت فنيا لسبب بعينه، فانت حقك ان انت يعني تقدم زي تظلم على رفضك الفني ده، لو انت عندك يعني نظر او سبب شايف ان هو من حقك ان انت تقبل فنيا، ان انت يعني مقدم. افرض مثلا هم بيقولوا ان انت مرفوض عشان انت ما عندكش، وانت من ضمن الاصل بكنس اللي قدمتها عقد ملكيه لودر مثلا وليكن، بس هو وارد ضاع من اي سبب من الاسباب، ما تشافش حصل اي حاجه، فانت بتتظلم، بتقول انا يا جماعه لا انتوا ظالمين، حقي اتقبل فنيا بالنسبه للطلبات بتاعتي. بس فبقى في فتره لتقديم التظلمات والبت فيها، وبعد كده بيبقى في بقى ايه فتح مظاريف الماليه بقى، اللي هي زي ما احنا قلنا كل الشركات دي خلاص بقى يعني بقينا موافقين عليها كمالك واستشاري، موافقين عليها موافقه فنيه، وهنقارن ما بين اسعارها وبعضها. وفي المقارنه بقى بين الاسعار عاده الناس بتلجا لصاحب السعر الاقل يعني. طيب يعني بيبقى بس جزئيه صغيره كده مش قصتهم دي، مشكلتك انت وانت كده اللي يعني هتشيلها، انما لا انت جمعت حاجه غلط، يعني انت كاتب خلاص ان البند ده ب 1000 وده ب 1000 وده ب 1000، المجموع 3000، لا جيت انت غلط وانت بتجمع وعملت مجموعهم 2000 بس نسيت 1000 من ال 1000 وال 1000 وال 1000 دول. دي غلطه مردوده بقى. يعني ايه غلطه مردوده؟ يعني اللجنه اللي بتراجع هتراجع العروض الماليه قدام ليها، وهتجمع الاجماليات بتاعه البنود كلها، فهتلاقي ان لا ان انت ما طلعتش اقل سعر ولا حاجه، ده انت بعد ما رجعنا التجميع بتاعك انت كان عندك خطأ في الجمع، وبناء عليه انت طلعت المركز الثاني ما طلعتش اقل سعر، فخلاص انت كده مش هيرس عليك المشروع، وهيرس المشروع على اللي سعره اقل منك لان هو جمع صح ومجموع اقل من مجموعك في النهايه. بس ده كده الكوميرشال بيد، ويعتبر ده نهايه الانيشيشن فيز، ان احنا خلاص هنتقدم يعني كشركه مقاولات بمظروف فني ومظروف مالي ولسع، وخلاص بيبعت لي بقى كشركه مقاولات، بيجي لي من الملك حاجه اسمها جواب الترسيه، ان خلاص تم ترسيه المشروع عليك. بس في جزئيه صغيره كده، احنا كنا اتكلمنا على حته التامين، ان احنا بتبقى اصلا انت عشان تقدم على المشروع نفسه
بتبقى حاطط حاجه زي يعني مديهم برضو خطاب ضمان او كده، حسب بقى حسب طلبات الجهه المالكه يعني. خطاب ضمان بيبقى تامين، التامين ده في حاله ان انت المشروع ما رسيش عليك ورسي على حد تاني خلاص بيرده لك، وفي حاله ان انت المشروع رسي عليك خلاص هم بيفضلوا محتفظين بالتامين ده له انت ل 5% كتامين نهائي، اللي هو زي ما قلنا بيرد بعد المشروع بسنه. وعشان تبقى فاهم برضو، انت هو انت بتبقى ضامن الاعمال لحد بعد سنه من المشروع؟ وكمان 10 سنين. طب يعني ازاي سنه يعني او لحد 10 سنين؟ لحد 10 سنين من التاريخ التسليم الابتدائي ده بتبقى ضامن بندين بس، العزل والخرسانات، دول اللي لو حصل فيهم مشكله خلال 10 سنين انت مسؤوليتك انك تصلحها على حسابك، وده اسمه الضمان العشري. انما اللي بتضمنه يعني خلال سنه ده هي مبقاش فيها عيوب تنفيذ وعيوب صناعه، انما مش مثلا يعني حد وسخ الدهانات فيقول لك ادهنها لي، لا ده مش من حق، وان كان ده يعني ساعات بيحصل بس ده مش حق. انما اللي حقه ان لا، لو ظهر مثلا تنميل في المحاره فلا انت مسؤوليتك ان انت تعالج التشريخات الشروخ اللي ظهرت دي وهكذا. بس ده كده احنا نتوقف عند الفيز دي، احنا كده يبقى يعتبر قفلنا الانيشيشن فيز اللي هي تعتبر اول فيز في البروجكت لايف سايكل. زي ما قلنا بعد كده هيبقى عندنا البلاننج فيز، بعدين البلاننج فيز دي المرحله اللي احنا بقى بنخطط فيها للمشروع، بعد كده الاكسكيوشن فيز اللي هي مرحله التنفيذ، طبعا دي تعتبر يعني بتاخد اكبر جزء من المشروع، وبعد كده مرحله الكومونيتورنج اند كنترولنج. طبعا هم مش بيمشوا بالترتيب، يعني انا وانا بعمل بلاننج اصلا ممكن يبقى المشروع بدا، انا بعمل بلاننج مشروع شغال تنفيذ، ما انا بنفذ لحد ما بخلص المشروع خالص بعمل المشروع ده مثلا مباني جنب بعض مثلا، فانا المبنى في مبنى كنت سابق بيه فبعمل له كلوزنج مثلا كفيز، وفي نفس الوقت لسه شغال في البلاننج بتاعت مبنى في الاكسكيوشن بتاع مبنى ثالث وهكذا. فبالتالي المراحل دي بتتداخل مع بعضها خلال عمر المشروع. بس فاحنا كده شرحنا بس الانيشيشن وكان فيز مونت كنترولنج وعن الكلوزنج. وزي ما قلت لكم في مرحله الانيشيشن هم كان في عندنا الاربع مواضيع دي اللي هم الفيزابيليتي والديزاين وان انت تجهز الدوكيومنتس وان احنا مش عارف الصوت لو بيقطع انا هعيد تاني، ان احنا زي ما قلنا البروجكت فيزز كلها وانها بتتداخل والكلام ده كله، وان الانيشيشن فيز يعني متكونه من اربع خطوات او اربعه بروسيس. اول بروسيس هي الفيزابيليتي ستدي، وقلنا ان احنا هيبقى في لينك في الكومنتس بتشرح الفيزابيليتي ستدي دي بالتفصيل، وبعد كده الديزاين فيز، وقلنا اللي المفروض يراعيها الديزاينر وابناء وير مهندس مثل للمالك وبتابع مع المصمم واضمن انه ما يحيدش عنها. وبعد كده في انا برضو كممثل مالك المرحله بتاعه ان انا بعد من الطرح، واخيرا المرحله بتاعه ان انا طرحت المشروع وانا جاي كمهندس مقاول ازاي بدرس الدوكيومنتس دي وبترجمها الاول بقدم استفساراتي لو عندي استفسارات وبترجمها في الاخر كمظروف فني ومظروف مالي. وزي ما قلنا ان في حته الفيزابيليتي حته الديزاين ليهم اوريدي خلاص بالتفصيل اكتر بكتير ما احنا اتكلمنا، ومرحله ان احنا اعداد الدوكيومنتس يعني من ناحيه المالك ودراستها من ناحيه مقاول دول برضو ان شاء الله هيبقى ليهم هتشرحهم اكتر بالتفصيل ما احنا تطرقنا ليهم. بس كده انا هتوقف عند الانيشيشن، ونقدر بعد كده ان شاء الله نستكمل في محاضرات اخرى باقي الفيز لو انتم حابين. واعتقد احنا ممكن يعني نقفل على كده، وبقى يعني انا بس هعدي كده واوصل لاخر سلايد عشان لو في اي اسئله نتناقش فيها، وفي كمان الايميل اللي هو مكتوب على الشاشه ده اللي ممكن يعني حابين يبقى اللي تمام.
تمام، شكرا يا باشمهندس محمود، ربنا كويس، يخليك، كويس شكرا جزيلا لحضرتك، العفو العفو. ربنا يجازيك خير. لو في اي حد عنده مداخله او اي حد لازم عايز يسال كده حضرتك اتفضل، اتفضل من الساده المهندسين. لان اعتقد لا مشكله، هيقول لك ان تمام دوي هتكون زبرد تبين. باشمهندس محمود، هو في حد في في اه حد تقريبا في الشات كاتب في ظل الوضع اللي احنا علاقتي فيه. مع الـ تمام، مع الـ مع الفرد. ثانية واحدة، أنا هعمل ميوت بس عشان نسمع كلنا. باشمهندس محمود معايا؟ معاك، احنا ممكن تمام. يعني ميوت شخص بكده واحد بواحد، بحيث ان هو نقول له انت عليك الدور ان انت تسأل لو عايز تسأل، وبعد كده تمام، نعمل له ميوت وناخد اللي بعده. هيقلي ممكن مش حد عارف الدنيا منظمه. ممكن يعمل ريز هاند ويطلب مداخلة ويتفضل على طول. في حد كاتب في ظل المحاضرة، باشمهندس مروان، تمام، في ظل الوضع اللي احنا فيه ده في انتشار الفيروس، المقاول المتضرر بسبب ايجار المعدات، هل ليه تعويض مادي من جانب المالك الاونر بتاع المشروع؟ معلش هستأذنك، انا من اول ما سمعت متضرر بعد كده الصوت قطع. تمام، المقاول المتضرر بسبب ايجار المعدات، تمام، هل ليه تعويض مادي من تمام، جانب الاونر، وهل في عقود تلزم المالك في وضع طارئ زي ده بالتعويض؟ تمام. تمام، اوكي. طيب اللي حاصل ده اللي هو الكورونا فيروس، تمام، ده حاجة بتعرف في القانون بحاجة اسمها فورس ماجير. يعني ايه فورس ماجير؟ يعني حاجات خارقة للطبيعة. الفورس ماجير دي يندرج تحتيها الثورات، الزلازل، البراكين، الحاجة طبعا زي اللي احنا فيها كده اللي هو الفيروسات الفتاكة دي، كلها بيتحط تحت بند الفورس ماجير او الظروف القهرية. يعني بالعربي بيقولوا عليها في القانون ظروف قهرية، وبالانجلش بيسموها فورس ماجير. طبعا دي متغطيه في النون ستاندرد فورمز، يعني مش بس في العقود زي الفيديك والان اي سي والكلام ده اللي هي العقود الستاندرد فورم المشهوره الدوليه، لا ده حتى في عقود المقاوله المصريه هتلاقي دايما في اي عقد مقاوله مكتوب ان طبعا في حاله الظروف القهريه الامور دي بتقيم. طيب بتقيم ازاي؟ الاصل في الموضوع ان احنا عندنا تايم سكادول معتمد من قبل الجهه المالكه او ممثلها اللي هو الاستشاري بتاعها. انا كمقاول كنت مقدم في البدايه بيطلب مني تايم سكادول او بيز لاين بلان، بقول ان انا هنفذ المشروع بالشكل الفلاني. ايه اهميه التايم سكادول ده؟ ما التايم سكادول ده مش مجرد ان انا اقول انا هنفذ البنود دي في الوقت ده، فانت تيجي تقول انت متاخر، فانا اقول لك ماشي بس انا هسلمك في الاخر في الميعاد. ده مش الغرض من التايم سكادول. الغرض من التايم سكادول يعني في مشاريع كتير للاسف في مصر مش يعني يعني ما بتستخدموش صح، مجرد بيبقى بس يعني كده برواز بيتعلق ان ده ما بتعملوش حتى ابديت. لا، الغرض ان احنا نرجع له في ايه بقى؟ انا كنت اون تايم مثلا وماشي او متاخر لسبب ما يخصني او يخص المالك او ايفر، وبعدين جت الكرايزيس بتاعت حاجه زي الكورونا دي. هيبان قوي في حاجه اسمها الـ يعني الامباكت اناليسيس، تايم امباكت اناليسيس. التايم امباكت اناليسيس ده تحليل لما تسببه من ضرر عليا، تمام كده كمقاول بس. فالفيروس ده تسبب في ان مثلا طلع تعليمات زي ما حصل كده من الدوله ان انا في حظر تجول، فالناس هتروح مثلا بدل ما كانت بتمشي من الموقع مثلا سي الساعه 5 بتمشي الساعه 3، يبقى اليوم العمل تأثر قل مثلا ساعتين. طب بما ان يوم العمل قل ساعتين، اذا انا البروتكتيفيتي ريت بتاعتي ده خارج عن ارادتي، ده فورس ماجير. انا من حقي مبدئيا ان انا المده تزيد لي بنفس المده اللي انا اضطرتها. انا بقى كنت متاخر قبل كده، لا المده دي مش هدخلها، ما ينفعش تخش في الدراسه. فانت بتقدم كليم، بتقدم طلب اكستنشن اوف تايم، زياده مده قيمتها مثلا 3 شهور نتيجه للي حصل، وبتسبب الثلاث شهور هتقول هتريفير للبند الفلاني في العقد اللي بيقول ان في حاله الفورس ماجيرز، وطبعا الوباء ده يعتبر فورس ماجير، ده من ضمن الحاجات اللي معرفه في القانون المنتشره بالشكل ده بتبقى فورس ماجير، وبناء عليها يبقى من حقي المده الزمنيه دي. طب حقي اطلب تعويض مادي بقى كمان ولا لا؟
برضو معتمد على الـ على التايم سكيدول اللي معمول. يعني انا مثلا لو انا وقع عليا ضرر مادي، الضرر المادي ده لا ممكن يبقى نتيجه ان انا اجر معده مثلا تاور كرين وليكن، لا ده ممكن جدا ما تاخدش تعويض عنه الا لو منصوص يعني نص صريح ان الحاجات دي الريسك ده شايله المالك مثلا. في حاله ان اسقاط عقود المقاوله، طبعا بتتكلم على مشروع كبير بس احنا ممكن نتكلم على نوع من انواع العقود مثلا بيبقى كوست بلس، فانا بنفذ بالكوست اللي بتحمله زائد نسبه مئويه. ممكن في حاجه اسمها فيه كمان، يعني انا ليا ربح ثابت، هامش ربح ثابت، بس طبعا ده بيبقى في مشروعات حجمها مش كبير، بس في النهايه كوست محمل على المالك. فانا هاخد اي تكلفه هتزيد عليا نتيجه للفورس ماجير دي ماليش دعوه، انا مش متحملها. فده حته الريسك الوكيشن اللي انا كنت بريفير ليه، ان انت لو انت حملت كل حاجه على المقاول تمام هتعلق عليك، ولو انت حملت كل حاجه على نفسك هتقل التكلفه عليك، بس انت ممكن تلبس انت فلوس كتيره جدا كمان. فاحسن حاجه ان انت تبالانس ما بين الريسكس في توزيع العقود بتبقى ملزمه في حاله الفورس ماجير اللي هي بيطبق عليها حاله الانتشار فيروس زي اللي احنا فيه ده، ربنا يحفظنا جميعا. العقود ملزمه ان انت تعوض، بس تعوض باكستنشن اوف تايم، تعوض بقى بتعويض مادي زي ما قلت لك على حسب الريسك الوكيشن عامل ازاي. في حاله ان انت مأجر حاجه لا، انما في حاله مثلا ان انت ممكن تبقى بتجيب حاجات من بره مثلا، مستورد حاجه من بره، فمبدئيا في حاله تعذر انك تستخدم ماتيريال من بره، حقك ان انت تقدم طلب ان بتغيير الماتيريال دي بماتيريال محليه، خلاص ما انت ما عندكش بديل ومجبر على الوضع ده، هو مجبر ان هو يوافق لك تمام. عايز مثلا لا، ممكن يبقى انت في دراستك في الاساس بقى، ما هو انت هتشوف بقى ايه الريسكس اللي عليك وايه الريسكس اللي مش عليك. طب الريسكس اللي مش عليا خلاص المالك دي متحملها، وفي حاله الفورس ماجور اللي زي كده هو هيدفع ثمنها. اللي عليا انا ازاي انا امنها من البدايه؟ في حاجه بقى اسمها ريسك مانجمنت، ان انا اصلا وانا بدرس المشروع عامل ريسك مانجمنت بلان. الريسك مانجمنت بلان بتاعتي حاجه اسمها كونتينجنسي، حاجه لزوم الطوارئ كده. ممكن ابقى مامن الكلام ده مثلا ب 1% من تكلفه المشروع، بيبقى معمول دراسه لنوع المشروع بتاعك ومدى تعرضه للمخاطر. ما انا دلوقتي افرض انا طالب الحاجه والحاجه دي بقت مثلا عاملها شيبمنت من بره وهي جت لمين، لا هم راضين يستقبلوها ولا نافع ترجع نتيجه للسبانا ريسك زي ده. لو انا متعاقد مع شركه تامين تتحمل النوع ده من المخاطر، يبقى انا كده عملت ايه؟ خلاص انا دافع فلوس لشركه التامين، بس انا عامل تكلفتي من البدايه ان انا هدفع فلوس لشركه التامين، وفي حاله حدوث خطر من المخاطر اللي انا معمول لي عليها ريسك اساينمنت او ريسك الوكيشن من المالك، يعني المالك خلاص قايل لي لو انت جبت بضاعه البحر انا ما اعرفكش، العقد اللي ما بيننا بيقول كده، فانا عارف كده كويس من البدايه، وبناء عليه رحت انا تعاقدت مع ايه؟ مع شركه تامين. طب خلينا من الاكزامبل ده هقول لك حاجه ابسط بكتير قوي. تسليح، انت مسعر على ان حديد التسليح ب 10,000 جنيه طن، ويعني في شهر ما انت شغال لقيته بقى ب 15,000. طب ده يعني ده 50 كتير جدا. طب انت هتعمل ايه؟ هل تطلب تعويض عن الاسعار؟ العادي ان في عقود مقاوله بيبقى فيها تعويض عن بند حديد التسليح، بس ممكن يبقى فيها مثلا تعويض عن، مفيش تعويض عن النحاس او على الالومنيوم مثلا. ممكن تلاقي ان كابلات النحاس غليت جدا، فكابلات الكهرباء بقت غاليه ضعفين، هل انت من حقك تطلب؟ لا، لو العقد بتاعك مش من حقك. طب انت ازاي تامن نفسك من حاجه زي كده؟ والله انت ممكن من داي 1 في المشروع الديل انك تدفع فلوس مقدم للمصنع اللي بيستدي وتقول له انا هثبت معاك سعر. يبقى انا الريسكس اللي انا متحملها من البدايه هعمل لها حاجه اسمها ميتيجيشن او افويدنس او ريتنس. يبقى انا ده اسمه بقى ريسك مانجمنت، ان انا بشوف ايه الريسك اللي المالك متحمله، خلاص ده انا مجرد ما اقدم كليم هاخد، والريسكس اللي انا متحملها قراري، يا اما اعمل لها اكسبتنس، يعني انا شايف ان هي البروبابيلتي بتاعت حدوثها قليله جدا فمش معقول انا هاخدها في اعتباري في المشروع، او ان انا شايف ان هي لا ده احتمال نص مثلا تحصل، فانا بعمل لها ميتيجيشن ان انا مثلا لا بقوم رايح مثلا شاري نص كميه الكابلات بحيث انها يعني ايه زي ما نقول ما تعورش قوي يعني تمام، او ان انا
اعمل لها افويدنس. طب ازاي اقفلها؟ ان انا اروح اثبت سعر مع المصنع. طب انا الكلام ده هيجي عليا بان انا في الكاش فلو هدفع فلوس كتير في الاول. ما هيخش في دراستك، فاهم قصدي؟ فبالتالي الريسكات يا اما انا مش متحملها فخلاص هطلب بيها كليم، يا اما انا متحملها فهقرر ان انا هتعامل معاها بتكنيك من الثلاثه تكنيكس اللي احنا قلناهم دول، اللي هم الاكسبتنس والميتيجيشن والافويد، بس كده. ودول كلهم مش تبعهم الفورس ماجير، يعني الفورس ماجير كده كده انت بتعوض عنها. وحتى حصل تعويم الجنيه مثلا، ده اكزامبل على حاجه فورس ماجير، حاجه قهريه غصب عنك الاسعار الضرب. وبناء عليه مجلس الشعب اجتمع، اقر الحكومه، اقرت تعويض للمقاولين. كل المقاولين اللي بيشتغلوا مع الحكومه ليهم تعويض مثلا 30% من الكونت مليون، تاخد 300,000 جنيه اكس بس. فبالتالي في حاله الفورس ماجيرز دي الحكومات بتتدخل وبتقر لقطاع المقاولين كله برسنتج معينه بناء على دراسه معموله. اتمنى اكون جاوبت على السؤال. تمام. هو في يعني في اي اسئله تانية؟ خلاص ان شاء الله هننشر الفيديوز بتاعت حضرتك ممكن على الصفحه او على جروب الواتساب، وهيتم نشرها للجميع ان شاء الله باذن الله. في مداخله من المهندس شادي. تمام. اوكي. والمهندس محمد. هفتح بس ليهم مايك بعد اذن حضرتك. تمام. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس، ازيك يا باشمهندس؟ والله جزاك الله خير، ربنا يكرمك على المحاضره الجميله ديت. ربنا يبارك فيك. اتمنى الله يكرمك. انا باشمهندس بالنسبه للمشروع اللي هي الرش بروجكت، مش الرش بروجكت ديت، النظام بتاعها بيكون الاتفاق العقد ازاي او الاتفاق ازاي فيها؟ اذا بتتكلم ان هو المشروع من البدايه هو رش، مشروع من البدايه ان هو رش، بس بيكون بقى يعني الاتفاق فيها او العقد بيبقى بيتعمل بأني طريقه؟ يعني مشاريع اللي هي الرش بروجكت، انا بسمع فيها رش بروجكت شغالين فيه، فبيكون النظام ازاي بتاعها او الاتفاق ازاي بتاعها؟ جميل. اوكي. بص يا باشمهندس، هو مبدئيا لازم يبقى في سبب قوي لمشروع الرش. ليه؟ ان احنا عندنا الكونسترين بتاع البروجكت مانجمنت زي ما احنا عارفين، اللي هو الكوست والكواليتي والتايم. جيت على اي فاكتور من الثلاثه لازم التو فاكتورز التانيين يحصل لهم تاثر. بمعنى ايه؟ انا هجري في البروجكت، طيب هسرع البروجكت ده جدا، هخليه كراشد جدا. طب عشان اخليه كراشد جدا ده اوتوماتيك انا هستخدم ريسورسز اكتر، وبناء عليه الكوست هيزيد. مش مقبول ان الكواليتي تقل، يعني ده الديفولت. انا مش هينفع اقبل ان انا لا اعمل لي اي حاجه بس خلصت، يعني مش وارد في المشاريع البروفيشنال يعني. وبناء عليه يبقى انا كده مثبت الكواليتي وبضغط التايم، فلازم الكوست يزيد. اوكي. طيب في سبب وجيه لان الكوست هيزيد. اكزامبل عشان نقدر نستوعب مع بعض، انا ليه هلجا ان انا اعمل كراش دي بروجكت او راش دي بروجكت؟ ليه هعمل كده؟ هعمل كده عشان انا بعمل مشروع مدرسه، ولو المدرسه دي ما سلمتهاليش في شهر 8 يبقى انا مش هفتح في 9، يبقى هيفوت عليا العام الدراسي، يبقى انا كان بيخش لي مثلا 5 مليون جنيه من الطلبه مش هيخش. ف ضغطة المشروع اقل من ال 5 مليون، يبقى انا يعني انا بتكلم في صافي مثلا نت هيجي لي للمدرسه دي 5 مليون جنيه ربح مثلا. فانا لو انا كلفت فانا ستيل كسبان مليون جنيه، يبقى انا هيبقى طلبي كاونر ان المشروع ده يبقى مضغوط يتنفذ ويخلص. يبقى اهم حاجه عندي، اهم فاكتور عندي، اهم كونسترين عندي هو ميعاد تسليم البروجكت. تمام. وبناء عليه ده كده الفاكتور اللي واضح للجميع. فهيبقى الفاكتور ده مغلظ جدا ببنالتي على المقاول، ان انت لو مش في التيرمينال تايم ده لا ده انت عندك يعني غرامه تاخير، تعوضني انا كمالك عن اللي كنت هكسبه. يعني انا كنت هكسب 5 واحنا المشروع ده العادي انه هيتنفذ باكس، وانت هتقص 3، فانا هكسب كده الصافي بتاعي هيبقى نتيجه لضغطه المشروع هكسب مثلا 2 مليون. تمام. هبقى انا حاطط عليك بنالتي ال 2 مليون دول عشان ابقى انا كده كمالك مأمن نفسي. مثلا في قناه السويس التفريعه او يعني او المشروع اللي هو بتاع قناه السويس التوسعه او ايا كان اسمها ايه اللي اتعملت، كان هو الالزام انك تعمله في سنه بس. عم نص لا انت بوظت الموضوع خلاص، احنا في اعلان اتعمل اناونس اتعمل ان المشروع ده يخلص في سنه، ما ينفعش يخلص في اكتر من كده. فخلاص ده اهم كونسترين في المشروع لازم تحافظ عليه.
زي ما اديت ابسط ان احنا بنتكلم في جامعه مثلا هتعملها او في مدرسه، ده اللي بيخليني الجا للنوع ده من المشاريع. طبعا النوع ده بيبقى الريسك فيه ان انت ما تلحقش ان البروجكت يسعفكش، تمام؟ وبناء عليه انت بتبقى عامل حسابك على خطه كامله من الريسورسز بقى والبروداكتيفيتيز بتاعه الناس، باك اب بلانز، وعامل كونتينجنسي بلانز بحيث انها تضمن لك كمقاول ان انت تخلص اون تايم. طريقه ضغط المشروعات ليها تو تكنيكس، وفي حاله الراش بروجكت ميرج التو تكنيكس. الطريقه الاولانيه اللي هي الفاست تراكنج. فاست تراكنج دي ان انت تضغط المشروع مش عن طريق تزويد الريسورسز، لا، عن طريق التغيير في الريليشن شيبس. السيكونس الطبيعي مثلا وليكن ان انا هشتغل بنظام ان انا شغال خرسانات مثلا، ولما اوصل للخامس ابدا مباني الارضي. لا، ده انا في الفاست تراكنج هبدا مباني الارضي وانس ما انا فكيت مثلا الشده الخشبيه بتاعه الدور الارضي. فبيبقى الموضوع كمانجمنت كبروجكت مانجمنت من البدايه متقدم فكره الفاست تراكنج، ان البنوك كلها تشتغل مع بعضها. طيب ما هو انا، طب انا عندي تشالنج ان انا كده مثلا ده من اول المباني، انا ليه كنت بخليه يبدا في الار دي وانا في الخامس؟ عشان برودكتيفيت انتاج البنا اسرع من الخرسانات، فكده هيوصل ويعطل. لا، في حاله الفاست تراكنج انا مش بهتم بقى بحاجه زي كده، يعني انا باجي على ريسورس ليفلنج، تمام؟ مش 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 ممكن يبقى البنايين شغالين وبعدين واقفين لان هم عطلانين. او لو انا مثلا واخد المشروع ديزاين اند بيلد، فانا ممكن اقدم حلول زي ان انا مثلا الجا لحاجه بوست تنشن بدل ما تبقى، او بري كاست بدل ما تبقى خرسانه تقليديه، عشان اقلل زمن فك الشده، عشان سرعه ان البنود تبقى شغاله بارلل مع بعضها وهكذا. فانا قصدي ان هو في الاخر بيبقى ليه بروجكت مانجمنت في متراعي في حته الفاست تراكنج دي، اللي هي ان البنود تبقى شغاله مع بعض قدر المستطاع، ويبقى في حته الكراشنج ان انا بدل بقى ما يبقوا حداد 10 حدادين هيبقى 40 حداد على بدل ما هم بينجزوا المشروع في يعني مثلا في السقف مثلا بياخد معايا 7 ايام، لا هياخد معايا مثلا 3 ايام ولا يعني. مصراعي في اسمها الاوبتيمم جانج سايز. يعني ايه اوبتيمم جانج سايز؟ يعني العدد الامثل لدولاب العمل. يعني انا ممكن مثلا لو بحفر بلودر هحفر في 10 ايام، حفرت بلودرين هحفر في 5. طب معنى كده انا حفرت مثلا بثلاث لوادر احفر بثلاثة وثلاثة من عشرة يوم؟ لا، مش شرط، لان حرق المانوفري بتاع اللواد موقع ممكن جدا انها تعاكس بعضها فتأثر على بعضها سلبا، فتلاقي ان انا بالثلاث لوادر احتاجت 4 ايام، في حالة ان هو اللودرين بس احتاجت 5، يبقى لا، يبقى في حاجة اسمها اوتو هتحقق لي. طب لو انا خلاص باجنور تماما الكوست في حالة مشروع كراش دي بروجكت زي ما احنا بنتكلم، لا، انا استخدم 3 لوادر واخلص في 4 ايام، لان انا اليوم بالنسبه لي من ان انا ابقى شغال يعني بالعدد الاوبتيمم، فاهم قصدي؟ بس ده كده يبقى التو تكنيكس دول بنعمل لهم ميرج، اللي هو الكراشنج لغرض في الاخر ان انا اضغط المشروع جدا كمده زمنيه، بغض النظر عن الكونسترين بقى بتاع الكوست، ان ده مش بالنسبه لي مش اهم حاجه. انا اهم حاجه بالنسبه لي التايم، ايه التيرمينال تايم بتاعي ده من ناحيتي، من ناحيتي كمقاول، من ناحيتي كمالك انا حاطط عليك بيناليتيز تعوضني عن خسائري في حاله ان انت اتاخرت. يعني بقى بنتغاضى عن، يعني القانون عاده بيقول لك ان انت الغرامه التاخير حدها الاقصى 10%. لا، ده الكلام ده في المشاريع التقليديه، انما المشاريع اللي نعمل لها كراشنج، لا، الشرط ده عادي جدا ان هو يتلغي، ويحط شرط ان انا هاخد رقم معين، الرقم ده تعويض لي عن ما فاتني من كسب. يعني في حاجه اسمها ما لحقني من ضرر وما فاتني من كسب، دي حاجه في القانون المدني حتى، ان انت بتعوضني عن اللي فاتني من كسب او اللي وقع عليا من اضرار بس. فممكن يبقى دي قيمه غرامه التاخير، انا ثابت ان انا عندي ضيعته عليا. موسم الدراسي ده الكاست بيقول ان انا هيجي لي 500 طالب، طالب بيدفع قد كده، يبقى انا صافي ربحي تقريبا مثلا طبقا للدراسه بتاعتي قد كده، وابقى انا ثابت في العقد ده من ضمن الموافقات ان انا الدراسه بتاعت مشروعي اللي بتقول ان انا صافي ربحي السنوي كذا، وبناء عليه هيتم اعتماد المبلغ ده بالخصم على او طب افرض مستحقات المقاول ما تغطيش، انا ممكن من ضمن الاشتراطات الخاصه بتاعت المشروع ان انا الزمه بتقديم خطاب ضمان بقيمه المبلغ اللي انا عايزه.
في حالة التأخير خطاب الضمان ده واصرفه من البنك. باشمهندس محمود معاك يا باشا. جزاك الله خيرا. في مهندس محمد ابو الهاشم معلش هيسأل سؤال عشان احنا فاضل اقل من يعني اقل من 5 دقائق تقريبا، فاتفضل باشمهندس محمد. طبق كده اقل من 5 دقائق. تمام اتفضل باشمهندس محمد. محمد معاك. تمام شكرا يا باشمهندس. انا بس انا عايز اسال عن حاجه اللي هو مثلا معلوم. سامعني؟ معاك سامعك كويس. سامعني حضرتك؟ سامعك كويس. الو سامعك باشمهندس. ايوه مع حضرتك. في حاله ان المجاول بياخد من في حاله ان المجاول تمام المجاول بياخد من البنود الاخيره وبيحط في البنود الاولانيه بعد في يكون عنده سيوله في بدايه المشروع ان هو مثلا ينجز المشروع او يخلص بسرعه. فدي هل في ريسك على المجاول؟ وهل مثلا في بند ما يلزموش لو مثلا يكمل المشروع الاخر يعمل البنود الاولانيه وياخد ربح اكتر؟ تمام انا عايز طيب. سؤال حلو جدا. هو ده عايز نوركته سريعا كده عشان الوقت المتبقي. هو اللي انت قلته التكنيك اللي انت قلته ده اسمه فرونت لودنج. الفرونت لودنج ده هو ان انت ايه البنود اللي هبدا بيها؟ والله انا هبدا بالحفر والاحلال وبعدين خرسانه عاديه واوعد خرسانه مسلحه مثلا، تمام؟ وبناء عليه طب انا اغلي الاسعار دي جدا، تمام؟ عشان كتير قوي من اللي مالك في الاول واشتغل بيها باقي المشروع او ما كملش اصلا باقي المشروع، تمام؟ وبناء عليه يعني ابقى انا استفدت الاستفاده الاكبر. طيب فكره الفرونت لود متعارف عليها والمفروض يعني كل الناس بقى، ما احنا لو رجعنا للبروسيسز اللي بنعدي عليها في البروجكت لايف سايكل هنلاقي ان احنا بنبريبير الدوكيومنتس للطرح وبعدين المقاول بيدرسها وعشان يقدم اسعاره. فاللي هو لو هو بيدرس عمل حسابه ان هو يعمل فرونت لودنج بالشكل ده، كذلك بتدرس العروض المقدمه. فحركه زي كده ممكن اصلا المقاول ده يترفض يستبعد. اصلا انا حقي كجهه مالكه ان انا استبعد المقاول طبقا يعني لاسبابي اللي انا شايفها. فلو الفرونت واضح يعني وضوح بين، يعني مثلا البند ب 200 جنيه انت عامله ب 4000، فاهم قصدي؟ حاجه كده اللي هو فجاه يعني ده ان انت تستبعد نتيجه حاجه زي كده. فالمالك لو طبيعي ان هو يا اما هو عنده اداره فنيه او مستعين باداره فنيه من خلال استشاري بيقيموا الحاجات المقدمه العروض المقدمه مش بس اجمالي القيمه. يعني اجمالي القيمه دي احد الكرايتيريز او احد طرق اختيار المقاولين، انما انا حقي كجهه مالكه ان اول نتيجه ان هو عامل فرونت لودنج نتيجه عمل هو الحركه اللي انت بتتكلم عليها دي. انما بقى حته ان المقاول ايه اللي يلزمه ان هو يكمل المشروع، يعني خلينا نقول ان الملك الاستشاري بتاعه ما خدش باله والراجل ده في الاخر اجمالا هو اقل سعر فارسي عليه المشروع، طب ايه اللي يخليه ما ياخدش الحاجات يعني العمليات فرونت لودنج دي؟ اصلا هي مش بالسهوله دي لسبب، لان احنا زي ما احنا قلنا لو راجعنا كده مع بعض انت دافع تامين ابتدائي او تامين اللي هو النهائي اللي هو ساعه العطاء قدمته واستلمت 5% تمام من قيمة العرض بتاعك. فأنت لو واخد مشروع يعني أيا كان رقمه أنت فيه 5% تحت إيد المالك مبدئيا يقدر يسيلهم في أي لحظة من البنك ويستراسوا دول وراحوا عليك. فهل اللي أنت خدته أكتر يعني بعد خصم تكاليف تنفيذك للأعمال أكتر يعني يجوز في الحالة دي يرفع عليك قضية وهتبقى يعني وانت كده كان اول هتبقى اتدمرت، لان في الاخر المقاول اهم حاجة راس ماله، واحنا بنقول في السوق كده المقاول راس ماله سمعته، فيعني فانت كده سمعتك باظت اصلا، فاهم قصدي؟ فبالتالي حتة دي لا هتبقى مضرة عليك جدا انه يقدر يرفع عليك قضية ويوقع يعني والمحكمة بقى تحكم عليك برضه بما يعني فاته من كسب او لاحقاه من ضرر. ما انت زي الراجل ده هيضطر يطرح المشروع من اول وجديد لمقاول تاني، وبناء عليه المقاول الجديد ده ممكن يحط له اسعار اغلى منك. الفرق ده الحكومه هتحكم عليك بيه، لان المحكمه سوريا هتحكم عليك بيه، لان انت ده بدل ما يعمل مشروع ب 10 مليون عمله ب 11 مليون بسبب ان انت دخلت وما كملتش والكلام ده كله، بس هو يقدر يقضيك. ده غير ان هو تحت ايده الخطاب الضمان اللي ب 5% من المشروع اللي هيسيله اصلا اول اجراء هيتخذه. فبالتالي لا هي الامور مش يعني مش بالبساطه دي، بس
وارد طبعا ان انت تستخدم التكنيك ده بس وزن المعقول، يعني تغلي البنود الاول نسبيا، فاهم قصدي؟ بس